بالاسم ديالي وباسم التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملين الشهادات كنقوم بهذه المسيرة هذه بمطالبة وتنديد كذلك بالأساس بالوفاة ديال الرفيق ديالنا والأخ ديالنا صابر الحلوي الفاقد ورمز الحرية، ونطالب صاحب الجلالة نصره الله بإعادة يعني البحث في هذه القضية هذه الوفاة ديال الرفيق ديالنا صابر، وكذلك بالالتزام المسؤولين بصفة عامة بالميل في المطلبي ديالنا اللي كيتمثل بالمطلب ديال 7% اللي هو معروف واللي صادقت عليه الحكومة واللي موجود في الدستور، وكنطالبوا كذلك يعني بمحاسبة بسيمة الحقاوي على المبالاة ديالها. هذه المسيرة جاءت يعني استمرارا للأشكال النضالية التي خاضتها التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين منذ 2011 إلى الآن، إلا أن رغم هذه النضالات المتكررة من مسيرات ونضالات واعتصامات واقتحامات لم تعير الحكومة أي اهتمام لهذه الفئة، وظلت دائما يعني تماطلهم بالتسويفات وبالحوارات الكاذبة المغلوطة بدون جدوى، إلى أن جاءت يعني هذه اللحظة حيث نظم المكفوفون اعتصاما فوق سطح الوزارة، ولم تكن للوزيرة الجرأة الكافية لفتح حوار جدي ومسؤول مع هذه الفئة، بل كان لها إلا أن تستعمل سياسة الهروب إلى الأمام، وذلك بإعطاء أوامر لقطع المياه والكهرباء ومنع يعني توصل هذه الفئة المعطلة بالأكل والشرب. يعني وأنا أقول لكم أذكركم أن المواثيق الدولية ويعني القوانين تضمن للأسرى والمعتقلين حق تغذية والحق في قضاء الحاجات البيولوجية، إلا أن السيدة الوزيرة قطعت على هؤلاء كل شيء، ومما أدى إلى وفاة شهيدنا هذا الذي جاءت المسيرة من أجله وللتضامن معه وللتنديد بما وقع، يعني سقط من السطح نتيجة الإهمال ونتيجة عدم توفير له الأدوية والأكل المناسب له كحالة، خاصة وأنه كان مريض بداء السكري. بهاد الوقفة يعني بهاد المسيرة لتضامننا ورفضنا القاطع لما وقع للأخ صابر الحلوي التي وفته المنية إثر سقوطه من الطبق السطحي لوزارة التنمية الاجتماعية اللي هي مقبرة المكفوفين أعتبرها وأقولها دائما. هذا الشهيد الثاني الذي توفى بنفس الطريقة، لماذا؟ لأنه نتيجة تماطل الحكومة المغربية وبسيم الحقاوي، ولذا يجب عليهم إعطاء حقوقنا. الشغل ليس قيمة اقتصادية فحسب، ولكن هو طريق نحو الكرامة وفي ظل الاستقلالية.